واثق الخطواتي يمشي ملكا. مبروك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعني هي مش واثق قوي، هو بتبقى قلقان اكيد يعني، في كره القدم بيبقى فيها كتير قوي يعني، لكن التغيرات اللي حصلت والتقلبات والتغييرات الاطراف او الطرف اللي هيلعبنا، يعني مش سهل ان انت تغير من تحضير وتجهيز واستعداد وتركيز لحاجه تانية يعني، ما كانش سهل ابدا. لكن اول كلمه اتقالت يوم الثلاث اول ما خلاص نادي الزمالك مش هيجي، قلت لهم على طول احنا جايين نلعب على بطوله، جايين نلعب على بطوله السوبر، ايا كان الفرقه اللي هتلعبنا، ايا كان النادي اللي هيلعبنا، ايا كان التيشيرت اللي هيبقى قدامنا سواء كان ابيض او ازرق، احنا جايين ناخد بطوله السوبر وجايين نلعب على بطوله السوبر. يعني ما اعتقدش ان كتير قوي يعني غير المختصين او المتواجدين، يعني لو قلت لك بطوله افريقيا العشر فرق اللي لعبناهم يعني على مدار البطولات اللي خدناهم كلهم في النهايات هتبقى مش هتتذكر، او لكن هتتذكر مين البطل يعني. فكان مهم قوي ان ده يصل لمفهوم اللعيبه. الحمد لله رب العالمين ادينا مباراه الى حد كبير كويسه جدا جدا يعني. كابتن سيد، يمكن عندك بقى الفتره اللي جايه بطولات كتير، عندك حسم الدوري وده مهم جدا لجمهور النادي الاهلي من خلال المباريات المؤجله، عندك مباراه الترجي يعني النهارده مباراه حرس الحدود اجلت، عندك مباراه الترجي الجايه، تحضيرات كبيره قوي، اللعيبه بقى تخرجهم النهارده ازاي وتفتح صفحه جديده؟ من حقهم ان هم يفرحوا النهارده وبكره يعني، خلينا نكون يعني مش مساله منطقيه، بعد بكره افتح صفحه جديده خلاص، لان انت هتلعب في سيمي فاينال بطوله افريقيا وهتلعب مع نادي بحجم وقيمه نادي الترجي يعني، فمباريات بتبقى صعبه مش سهله خالص. عشان كده النهارده هنفرح ونتبسط، لكن ان شاء الله الرحمن يوم احنا مسافرين يوم 9، انا هسافر انا وكابتن سمير يوم 8 ان شاء الله على التجهيزات والترتيبات. ومهم جدا الخبرات اللي بياخدوها اللعيبه ان هم ازاي يفصلوا، يعني عشان تبقى لعيب كبير لازم تبقى عندك عقليه كبيره.